في ليلة من أجمل ليالي كل فتاة، في عرس هذه الفتاة حصل شيء غير متوقع. صعدت الأم وأخذت تساعد ابنتها في ارتداء فستانها الأبيض، وقد حان وقت الزفة والفتاة واقفة بجوار العريس. أخذت تقول لأمها أنها لا ترى شيئا. أين الناس؟ أين الحضور؟ لا أرى شيئا. أصبحت الأم تهدئ ابنتها ونصحتها بأن تقرأ بعض الآيات القرآنية، ربما يكون من سبب التوتر. فأخذت العروس تبكي وتقول إنها لا ترى، كل ما حولها ظلام. أمسكت الأم بيد ابنتها وصعدوا إلى غرفة العروس ومعهم عريسها، وهم يحاولون تهدئتها وجميع من في القاعة في ذهول ودهشة. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ وكثر الهمس والجدل حتى نزلت الأم وأخذت تخبر الحضور بأن ابنتها لا ترى، وطلبت من الحضور أن يتوضأ، فربما أصيبت ابنتها بعين حاسدة. واستجاب الجمهور رأفة ورغبة في مساعدة العروس، ولكنها لم تسترد بصرها، وأصر العريس على تكملة مراسم الزفاف وهو مصمم على الاحتفاظ بها بالرغم من حالتها. وهكذا أخذت الفتاة تتردد على الأطباء والشيوخ، حتى في يوم من الأيام سمعت عن شيخ جيد ذهبت إليه وقال لها أنها مصابة بعين قوية لا تذهب إلا بموت صاحبها أو بمعرفته وأخذ أثر منها. ومرت السنين واستسلمت العروس لحالتها وأنجبت أطفالا. وفي يوم من الأيام استيقظت من نومها وهي ترى. أول ما فكرت أن تفعل ركضت على الهاتف حتى تبشر والدتها، وأجاب أخيها ألو. قالت أريد أمي، لقد أبصرت، لقد أبصرت، أخبر أمي، لقد أبصرت. وقال أخيها وهو مختنق بغصة ألم، لقد توفيت والدتنا هذا الصباح. نعم يا إخوتي ويا أخواتي، لقد حرمت هذه الفتاة أعز ما تملك، أولا عينيها وثانيا أمها. كانت الأم هي من أصابت ابنتها بالعين. إن كنت تريد أن تقي نفسك شر الحسد وتصرف عنك، عليك بكتمان أمورك وبالمحافظة على السر في قضاء الحوائج، بما ثبت من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسودة. تذكر نعم الله عليك. إذا رأى أحدكم شيئا يحبه عند شقيقه يذكر ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله أكبر 3 مرات هي علاج لفتنة العين، ويدفع العين بعيدا إذا كنت خائف من أن تحسد على شيء لديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق. تذكر إرادة الله. كلما رأى المرء شيئا يحبه سواء مالا أو أولادا، أي شيء يحبه، يجب أن يذكر ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لتتذكر أن كل شيء بإرادة الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت. الانتظام على قراءة القرآن الكريم، الحرص على قراءة سورة الملك، والإخلاص والمعوذتين قبل النوم وفي الصباح، قراءة سورة ياسين وسورة الرحمن وسورة الجن وسورة الملك، وفي المساء قراءة سورة الصافات وسورة الدخان وسورة الملك وسورة المعارج، فإنها تدفع ضر العين بإذنه تعالى.